الخير. صباح الخيرات لكم مستمعينا ومستمعاتنا، اهلا وسعيده بلقائي بكم من جديد من خلال هذا الموعد الطبي بامتياز على اسواس وبرنامجكم الو طبيب مع هجر بن شرفي وخيرات الدكاتره. اليوم في الو طبيب وكيف تعودتوا مستمعينا ومستمعاتنا، حضر معنا الدكتور محمد الشهبي الاخصائي في طب العيون وجراحه تصحيح النظر. صباح الخير وصباح الانوار لك دكتور شهبي. صباح الخير هجر، لاباس عليك؟ الحمد لله. اليوم رفقة دكتور شهبي وحنا يعني ان شاء الله الشهر الفضيل اقل من اسبوع ان شاء الله وحنا غادي نستقبلوه، غنتكلموا على بعض العادات ربما اللي حنا حسب الطبيب ديالنا انه ربما خصنا نديروا قطر في العيون في مرات متكرره خلال اليوم، او ربما بعض الناس اللي عندهم عمليه ازاله جلاله خلال الشهر الفضيل، ايضا الناس اللي كيعانيوا من سكر العين او ضغط العين. مجموعه ديال التدابير اللي خاصهم يتاخذوها، مجموعه من الاحتياطات اكيد اللي خاصهم حتى يتاخذوها، الصيان ديالهم كيفاش خصو يكون. اكيد حتى نتوما مستمعينا ومستمعاتنا تواصلوا وطرحوا علينا كل اسئلتكم عبر خطوطنا 05 22 77 24 24. كيف ايضا ممكن تواصل معنا عبر الصفحه الرسميه الفيسبوك البرنامج واللي هي الو طبيب راديو اصوات. ما عليكم غير دخلوا الصفحه، احنا محتاجين انكم تدعمونا بلي لايك ديالكم او لي جيم، ثم تكتبوا الاسئله اللي ان شاء الله غادي نجاوبوا عليها دائما خلال هذا الحصة من الو طبيب رفقة هجر بن شرفي والدكتور محمد شبير اخصائي في طب العيون وجراحة تصحيح النظر. دكتور شبي، يعني مجموعة ديال التساؤلات كتطرح خلال هذه المرحلة وحنا ما بقاش غير رمضان، نبداو ربما الناس اللي عندهم قطر خصهم يديروها العيون ديالهم خلال فترات متفاوتة في اليوم او متقاربة في اليوم، كيفاش غادي نحافظوا على هذه المواعيد ديال اننا نديروا قطر مع العلم اللي هو شائع ان التقطيره الا دارت في العين راها ربما كتفطر وما الانسان ما كيبقاش جائز الصيام ديالو. اولا الدين ديالنا فهو دين يسر، يعني ان ما فيهش المسائل اللي كتعقد، لان الهدف هو النيه، ملي كتكون النيه فنية ابلغ من العمل. ملي كيكون مسائل ديال المرض فالان كنسبق كنوليو في الاسبقيه يعني الاولويات. بالنسبه خصوصا وخصوصا نتكلم على الزرق، بالنسبه للزرق او الجلوكوما او العمل الزرق اللي كيسميو بالدارجه عندنا، كيحتاج القطر في مواعيد يعني معروفه، يعني ان كاين الانسان اللي كياخذ حتى 3 أو 4 ديال الانواع ديال القطر، وهذوك القطر كاين المفعول ديالهم كيمشي على 12 ساعه وكاين بعض القطر اللي كيمشي على 24 ساعه. ملي كيكون الانسان عنده قطره واحده 24 ساعه فلا باس يديرها في الوقت اللي بغى باش يكون هاني نفسيا، ولكن ملي كيكون الانسان عنده قطر اللي خصها 12 ساعه وكنعرفوا بان في الصيف الصيام فيه اكثر من 15 حتى 16 ساعه، نعم، فيعني حتميا انه خصو يعملهم في الوقت اللي هو صايم. هذوك القطر ما فيهمش مواد كتغذي، فيهم مواد اللي كتهبط من الضغط ديال العين، وضروره ان الانسان خصو يعمل القطر ديالو. هاد القطر هادو انا لست بعالم بالنسبه لمسائل الدين، ولكن هي مسائل ماشي ما كتعطيناش واحد المواد اللي هي كتغذي الجسم ديالنا اولا، وثانيا فهي ضروره، يعني ان الانسان هو ما كيحسش بالضرر، ولكن ملي ما كنحترموش المواعيد وهنا فين كاين الخطا، يعني كاين الناس اللي كيجي على سنوات هو كياخذ الادويه ولكن ما كيحترم شيء الاوقات ديال استعمال الدواء، لان هذا مرض مزمن والتاثير ديالو كيبان على المدى البعيد، وهنا فين كتكون الخطوره ديال بعض الامراض، هو ان الانسان ما كيحسش بالضرر حيني، يعني المسائل حتى كيتسنى واحد السنوات كيبقى ينقص له النظر، ملي غينقص النظر مع الاسف ما يمكنش لنا نرجعوا ونعاودوا، بحال مثلا الجلاله ملي كتكون كنعملوا عمليه كيسترجع الانسان النظر ديالو اذا كانت الا الجلاله هي سبب نقصان النظر. اما بالنسبه للزرق اذا كان يعني اتلاف العصب او الياف العصب البصري بعدم يعني احترام الاوقات ديال استعمال الدواء، فهنا الانسان
كيرمي بنفسه الى التهلكه. نعم. حاجه اخرى دكتور شهبي، احنا دائما في الصيام وكاين مشاكل في العين اللي كتكون ربما كيبقى فيها تساؤلات كتطرح، نصوم وكيفاش غادي ندير. الناس اللي كيعانيوا من سكر العين او سكري العين، كيفاش خصهم يصوموا؟ واش خصهم يصوموا ولا ما يصوموش؟ اولا هذا السؤال غادي يطرح ربما على اخصائي ديال الاسرار، ولكن حنا كنرجعوا لدرجه العيون. فعلا ملي كيكون السكري اثر على العين فيعني ان وصلنا لواحد المراحل اللي هي متقدمه. وانا لا اظن ان غادي يكون واحد الطبيب ديال السكري اللي غادي يسمح للمريض انه يصوم في الصيف خصوصا، لان اليوم طويل جدا، وكنعرفوا بان الناس ديال التغذيه كيتكلموا على ان المريض ديال السكري ما خصوش ياخذ ثلاثه الوجبات، ولكن خصو ياخذ وجبات متفرقه على اليوم. يعني ما يمكنش غادي يبقى الانسان من الربعه ديال الصباح حتى السبعه ونص ديال العشيه بلا ما ياكل حتى شي حاجه. يعني ربما غادي يحس براسو مزيان، ولكن المشكل هو ملي غتجي وجبه الفطور غادي خصو ياكل فواحد الفتره وجيزه بين الفطور حتى للسحور اللي هي قصيره، وغادي خصو ياكل هذوك الوجبات كاملين، وغادي يبقى واحد المده طويله ديال اليوم انه ما كياخذ حتى شي حاجه. لان المشكل ديال الناس اللي هما عندهم السكري في الشبكيه فهي مضاعفه ديال السكري، يعني ان هذه حالات متقدمه. وانا لا اظن بان غيكون واحد الطبيب ديال الاخصائي ديال السكري والغدد او الاخصائيين ديال التغذيه غادي يسمحوا الناس باش يصوم. نعم. مازال غادي نتكلموا معك دكتور شهبي على بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من ضغط العين، وايضا الناس اللي ربما عندهم عمليه ازاله جلاله او المياه الزرقاء من العين خلال شهر رمضان الفضيل، بعد ما نبقاو مع فاصل موسيقي وحنا في استقبال مكالماتكم على 0522 77 24 24. كل اسئلتكم اللي كتهم طب العيون مرحبا بها دائما معنا على أصوات. غادي نبقاو مع عصام كمال ودي جيفان. يلا وحنا دائما عفوا معكم على أصوات مستمعينا ومستمعاتنا في برنامجكم آلو طبيب رفقة هجر بن شرفي والدكتور محمد شبي الأخصائي في طب العيون وجراحة تصحيح النظر. اليوم كنتكلموا على مجموعة العادات ربما اللي كنتسألوا كيفاش غادي نطرحوها أو كيفاش غادي نديروها خلال شهر رمضان الكريم. الناس ربما اللي عندهم بعض الأدوية اللي خصهم يتناولوها بحال اللي كيديروا القطر العيون ديالهم، فشفنا مع الدكتور شبي أن حتى في ديننا ربما راه هو دين يسر، ماشي ربما ديننا راه دين يسر ماشي دين عسر. وايضا ربما مع الاستاذ عبد الله الدمسيري هذه ايضا مواضيع اللي كتطرح في جمعه مباركه كل يوم جمعه ابتداء من 10 ديال الصباح، فنتكيسوا على نفسنا باش ربما ربي ما غاديش يبغينا اننا المضره للجسم ديالنا والداس ديالنا. ايضا تكلمنا معك دكتور شهبي على سكر العين، وكيف ما قلتي فملي كيوصل السكر للعين فهو راه واصل لواحد الحالات متقدمه، وفي الغالب راه مريض سكري او مريض سكري العين ما غاديش يمكن له انه يصوم. مازال غنتكلموا معك دكتور شهبي على الناس اللي كيعانيوا من ضغط العين، كذلك الناس اللي ربما عندهم عمليه جلاله خلال هذا الشهر الفضيل. بعد ما ناخذوا مكالمات المستمعات ديالنا على 0522 77 24 24. معنا زينب من الدار البيضاء، ولكن قبل غادي ناخذوا منار من تاونات. صباح الخير منار. اهلا بك على اصوات اختي منار. شكرا خيتي، شكرا لك. الله يبارك فيك منار. شكرا على هذا البرنامج، كنشكركم بزاف على اذاعه اصوات واللي فتح لنا هذا البرنامج اللي كنتواصلوا فيه معكم وكنشاركوا معكم. بارك الله فيك. اهلا كامل يا اختي. بارك الله فيك منار، والشكر لكم، والحمد لله. كنشكر المستمعين ديالنا والمستمعات. الدكتور الله يخليك. اييه تفضل. اخيتي عندي انا هذه حبة في العين ديالي ما بغاش تروح ليا، هذه 5 شهور ما بغاش تروح ليا. ومشيتي عند الطبيب؟ مشيت عند الطبيب وعطاني الطيره قال لي فيك الشويه. أيوة. وانا ما عرفتش ما بغاش تروح ليا، واخا الطبيب قاطر عليها ما بغاش تحيد ليا. ايوا خصو يعمل لك العمليه، لما الدواء ما قداش غديري عمليه وتحيديها. دكتور عرفت تحيد بالعمليه؟ ايوا لا ما تحيدش بالدواء، تحيد بالعمليه. حيدات ليا والعمليه قالوا لي ما خصك ديري العمليه على عينيك، عينيك غادي تعيد. شكون اللي قالها لك هادشي؟ الطبيب؟
نسمعوا يعني الكلام ديال الاخصائيين ديال الناس اللي ربما قراو سنين وسنين وسنين وهما كيتكونوا باش انه ربما يعطيونا داكشي التجربه ديالهم معنا. العين غتعيب او ربما هذا الكلام اللي ربما كان فارغ بتاتا من المحتوى ديالو فخاطئ. ربما جربتي انت الدواء ما عطاش نتيجه، ممكن انك ترجعي عند الطبيب ديالك وتشوفي معاه حل اخر من بينه كيف ما اقترح عليك دكتور شهبي العمليه باش تحيدي هذيك الشعيره. غير هو دكتور شهبي انا عندي واحد سؤال فقط، الناس اللي كيعانيوا من هذه المساله ديال الشعيره وكيحيدوها واش وارد انها ترجع؟ لاننا تكلمنا في الحصه اللي قبل هي ان ديك ربما الجيوب او ديك العريقات اللي كتخنق هي اللي كتعطينا هذيك الشعيره. هي شنو المعنى ديال الشعيره؟ الشعيره عندنا في الجفون ديالنا عندنا واحد المضخات كيخرجوا المواد الدهنيه. تمام. بحال شي قواعد مثلا كيخرجوا واحد الماده، لان في كل ما كنرمشوا كيتطلق هذيك الماده دهنيه. نعم. مع التلوث، مع كاين واحد الارضيه ديال الانسان اللي قد يكون مثلا يا اما الجسم ديالو اللي هو كيكون مدم او يعني اللي كتخلي هذوك الثقاب كيتغلقوا. ملي كيتغلقوا بحال جميع الجعاب، ملي كيتغلقوا كتجمع هذيك المواد، ملي كتجمع كتعفن وكتعطينا هاد الاكياس. اذا كاين الناس اللي كيقول لك راه ولدات ليا كانت عندي هنا ولدات في هاد الجهه، هذه ما عندها علاقه، لان الجفن كله فيه مئات فيه الاف ديال 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 يعني هذوك الثقاب اللي هما كيخليو هذيك الماده كتخرج. ملي كيتغلقوا راه لازم غيوقع تعفن. ملي كتكون هذيك الاكياس في البدايه ديالها وما حيتش بها واحد الغشاء، فملي كنعطي واحد المرهم ممكن كتمشي. كاين بعض الحالات اللي واخا تعطي الدواء ما كتمشيش هي، ولكن كتعمل عمليه بسيطه وكتحيد. هذا لا يعني ان الانسان ما غاديش يعاود يرجعوا له، لان يعني هذوك المضخات راهم موجودين، العوامل اللي هي ممكن انها غتاثر على هذوك الثقابي وتسدهم راه دائما غتكون موجوده. وهنا دائما كنقولوا الفحص، لان الانسان اللي كان عنده مثلا طول نظر او عنده انحراف ممكن هذوك الالتهابات كيساعدوا على باش كيتغلقوا هذوك الجفون، هذوك الثقابي اللي في الجفون. وكاين الناس اللي هما خصهم يعملوا يعني تنظيف للجفون كيف تكلمنا عدة مرات، يعني فوطات في ماء دافئ ويتحطوا على الجفون لمدة 10 أو 15 دقيقة كمادات، ومن بعد كيدوب هذيك المادة الدهنية، ومن بعد كيقوموا بتدليك الجفون الفوقية من فوق إلى تحت والتحتية من تحت إلى فوق. هذه ممكن إنسان يديرها دائما، لأن مع الأسف الأجواء ملوثة. نعم. ويعني نحاول ننظفوا هذوك الثقاب. وزونات اللي كتابعوا في أصوات الموجة 91.5 غادي نمشيو لمدينة طنجة مع أخت زينب. صباح الخير زينب. زينب من مدينة الدار البيضاء عفوا. صباح الخير زينب. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بك. كيف اختي بخير لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك اختي زينب. الله يخليك اختي، بغيت نشوف الدكتور النهار مع دكتور شهبي. مرحبا، هو معك في الاجتماع دكتور شهبي. السلام عليكم دكتور شهبي. صباح الخير للا. وحولي راني متوتر شويه. مرحبا للا ما ترتاحيش. مرحبا. الله يخليك، انا كنخرج على نطاق الموضوع. انا عندي بنيه عندها تقريبا 6 سنين. نعم. عندها مشكل في الشوك ديال العين وكدير البونسمون. كدير الترويض كدير تقريبا مدة شي 3 سنين دابا، ولكن في الاول ديال الترويض كنت كنعملها لانه كانت كتعصب كتبكي الدريه الصغيره هذيك كانت كنت كنعملها بزاف، ولكن دابا مدة عام تبعت ليها الترويض مزيان. نعم. ورغم ذلك هذيك العصبيه كثيره وما كتبغيهاش وكتحك العين وكتبكي بزاف وضعافت بزاف، قلت لها انا واش ما كاينش شي حل اخر ما غير هذا الترويض هذا. ولكن دابا المساله اللي هي اساسيه عندك هي خصك تشوفي شحال الحده البصريه، شحال كتشوف، شحال الشوف ديالها، شحال واصل عندها هي العين اللي ما كتشوفش بها، عندها ناقصه بزاف. لا ناقصه يعني خصك تعرفي الحده البصريه شحال على 10، ماشي القياس، ماشي القياس ديال النظارات، شحال كتشوف على 10، يعني ملي كيوري هذوك الرسوم او الارقام شحال الحجم ديالهم اللي كتوصل، واش كتوصل 2 على 10، 3 على 10، 4 على 10؟ تقريبا هي ذاك الحجم اللي قبل من الاخير هو اللي كتبان ليها. كيفاش اللي قبل من الاخير؟ بحال دابا حيت كاين ديك الطبيبه ديال الترويض كتعطيها شي ارقام وداك الشيء، كتكون بحال دابا ديك الصغيره ما كتبانش ليها، الاخرى ما كتبانش ليها، حتى كتكون زعما حس عندي داك الشيء في الوراق، ولكن اسمح لي ما تكونش عندك في الوراق. هذا السؤال خصك تسولي الطبيب ديالها اللي كيتبعها شحال كتشوف الحده البصريه، لان ما كاينش غير كنغطيو العين، كاين حتى مسائل اخرى كيتداروا، يعني ممكن ان كنديروا حتى في الزاج يعني في النظارات
كنديروا مقاسات باش كتضبب هذيك العين بحال ما كتستعملهاش، ولكن ملي كتكون الحده البصريه نازله بزاف في البدايه من الاحسن كتعمل هذيك الضمادات. ولكن اللي مهم اللي مهم هو ان في هذه الفتره ديال العطله تربحي فيها الوقت بهذوك تغطي لها، لان المشكل اللي ربما كيكون عندها هو في المدرسه ان الاطفال. بالعكس انا كنلقى المشكل في الدار في المدرسه، كي كتفيق بكري كتلبسها كتمشي النهار كله كترجع كتجيني حتى الليل قاعده كتبغي تنعس ثاني كتحيدها كنلقى احسن. ملي كنكون في الدار عاده ما كتفيقش بكري، ما كتلبسهاش بكري، ملي كتبغي تلبسها كتبغي تنعس. لا ما كتفيقش بكري ملي كتكون نعسانه ما كاينش مشكل، ولكن هي المشكل فين كاين هو ملي كتستعمل العين ديالها خاصها تستعمل العين اللي هي ضعيفه، ما تستعملش العين اللي مزيانه. واخا 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 غادي تكون هي مثلا نعسانه ما ماشي اشكال، راه ماشي عدد الساعات اللي خصك ديري في النهار، وعدد ساعات استعمال العين نعم. الضعيفه هي اللي خصها تكون كثيره. شكرا لك زينب، وانا يعني دائما بقي مع النصائح ديال الطبيب ديالك، والبنيه ان شاء الله تولي على خير وبخير وعواجل مباركه لك. ومرحبا بك دائما معنا على اصوات. غادي نمشيو لطنجه وغادي ناخذ الاخت رقيه. صباح الخير. اهلا بك رقيه، مرحبا بك على اصوات. شكرا بحالك. السلام عليكم دكتور. صباح الخير. لا 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 مرحبا. لاباس لاباس. اهلا بك رقيه، تفضل شنو سؤالك؟ انا كنت صباحه صغيره وكنت دوزت للوالده بالمدربين. نعم. وديك الساعه سالني بقات لي. بلاتي رقيه حداك حداك صداع، واش انت سايقه واش انت في الطريق؟ واخا غير عاودي عطينا السؤال. كنتي صغيره ماماك دوشات لك بالماء بارد؟ دوشات لك بالماء بارد وحست عيني كتحوالي. بقات العين كتحوال لك؟ دابا هي بقات كتحوال لك المهم ما عمرنا بنت صغيرة غير نشدو صغيرة مؤخرا قال لي كتشوفي مزيان قال لي بالحق عندك العصبة كتوقات لك 5%. قال لي تحدي من البرد وتحدي من الصهد وخرج لي واحد الفترة، وديك الفترة كنت قال لي الدموع بزاف ما صبرتش ليها وقفت وما بقيتش نديرها. والسؤال الثاني اللي عندي هي دابا كنخدم شي مرات في الصهد وندير فاتورة وكيما ما خدمتش في الفاتورة مع ديك الخامس هي كتفتشي لي في عيني وما تأثرليش على العصبة. السؤال الاول قلتي انك قال لك الطبيب العصبه كتوقف لك العين ياك خصك تردي من الباب ما بارد من البرد من الريح. السؤال الثاني هو انك كتمشي عند الكوافوره وما كتقدريش تبقاي تشوفي مزيان. انا كنخدم في الصالون وكنصلي كنخدم في الشوار. اها. الحراره ما تاثرليش على العين ديالي. اه واش الحراره ما تاثرش لك على العين؟ عندي العصبه كتوقف 5%. بغيت قال لي تخدم بالضبط. اولا الخطا الاول هو ان يعني المشكل ديال العضله ما عندها علاقه بتخوى عليها او غسلات لها الوالده ديالها بما بارد. هذه دائما كنسمعوا بعض يعني التاويل او تاويل ديال الطفل كيقول لك راه حتى صرفقاته المعلمه وحوال او حتى تخلع وحوال. هذه يعني مسائل ما عندها علاقه، يعني كيكون مشكل ديال العضلات ديال العين ما عندها علاقه لا بالبرد او بالصهد او بالحراره. هذه مسائل خاطئة، إلا إذا كان الإنسان مثلا كيكون واحد العصب يعني الرقم 7 لاباليزي دو 7 لاباليزي فاسيال اللي هي كتكون بالبرد، كيكون الإنسان في الحمام أو هذا كيخرج كيضربوا البرد وكيعوج له الحنكة ديالو ما كتبقاش كتسد العين. هذا معروف ولكن ماشي هي الحالة اللي كتكلم عليها. بالنسبة الحرارة بالنسبة للمسائل اللي هي خارجية فكاع الناس كيتأثروا، ماشي لحقاش عندها هي واحد العضلة كتمشى أو القطر اللي غيحلوها. هذه مسائل ما عندها علاقة يعني ربما خصها تعمل ترويض أو ربما غيعمل لها نظارات. هذه المسائل اللي ممكن تعمل في هذه الحالات، أما تشتغل في لاكوافيغ ولا سيشوار ولا يعني هذه مسائل يعني ما كاينش تأثير بالنسبة لعضلة العين. شكرا لك رقية من مدينة طنجة، تحية لكم مرحبا بك دائما معنا على أصوات. عبر الصفحة الرسمية الفيسبوك البرنامج عندنا مجموعة ديال الأسئلة اللي غادي نقراوهم، ولكن بعد فاصل ونواصلوا دائما معكم على أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيد. وأكيد أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وكتفيدني أكيد حنا دائما معكم على أصوات باش ربما تفهموا كل تفاصيل حياتكم، مواكبينكم ومرافقينكم في كل تفاصيل حياتكم اليومية، وهاتي من خلال برامج متنوعة بينها برنامجكم ألو طبيب. الهدف ديالنا هو أن كل سيدة وربما كل مستمع ومستمع انهم يكونوا اطباء في المنازل ديالهم العائلات والاسر ديالهم، اطباء اوليين حتى يمشيو عند الاطباء ديالهم. اكيد حنا دائما معكم على اصواتكم في الطبيب.
الو طبيب، مازال مرافقك لاله ديما على اصوات. واليوم في الو طبيب معنا الدكتور محمد سيبي، الاخصائي في طب العيون وجراحه تصحيح النظر. واليوم كنتكلموا على مجموعه ديال العادات ربما كيفاش غادي نديروا لها خلال شهر رمضان الكريم. وعواشركم مباركه مستمعينا ومستمعاتنا عبر الصفحه الرسميه الفيسبوك البرنامج الو طبيب راديو اصوات. عندنا مجموعه ديال الاسئله. سيمو ليون اللي كيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير اختي هاجر، تحيه للدكتور شابي. عندي بنتي عندها 6 سنوات، عينيها اليمنى كتهرب ليها شي شويه، عافاك بغيت شي توضيح، واش عندها شي تاثير على النظر؟ الاشاره ما عمرني ديتها عند الطبيب وشكرا وتبارك الله عليكم. هذا سي محمد من المحمديه. اولا الخطا هو انه ما عملش لها فحص، لان من الصعب ان نتكلموا واش عندها تاثير ام لا. ودائما كنتكلموا من هذا المنبر وكنقولوا بان بالنسبه للاطفال ما غنتسناوش حتى المعلم او المعلمه يقول لنا راه كاين مشكله النظر، ما نتسناوش حتى المدير، ما نتسناوش حتى الاباء والامهات هما اللي يشوفوا هل هناك اعراض. كنعرفوا بان الاطفال خصنا نعملوا لهم فحوصات، لان ملي كيكون هناك اعراض على الاقل راه كتثير انتباه. هو عنده من الاعراض هو ان العين كتهرب، ومع ذلك ما داش البنيه عند الطبيب، لان هذيك العين اللي كتهرب ممكن من المحتمل ان تكون الحده البصريه ديالها ضعيفه، ربما خصها تعمل ترويض، ربما للوقت ديالو ممكن غادي يمشي الى فات 10 سنين او 11 سنه. اذا اول نصيحه غنقولوا بعجاله يمشي عند طبيب. الياس هاجر اللي كتقول اهلا اختي هاجر، بغيت تسولي لي الدكتور الله يخليك، هاد الايام عيني اليسرى كتقوم بحركات لا اراديه وكتكرر هاد العمليه بزاف، علما انني هاد الايام بديت كناخذ مجموعه الادويه ديال العظام والمفاصل، وكذلك عندي مشكل ديال الشقيقه، واش ممكن يكونوا هما السبب؟ واش خاصني نشوف طبيب العيون او جهاز العصبي؟ شكرا. هذه ام هاجر من بني ملال. اولا ما ركزتش لنا واش العين ولا الجفن، في الغالب غيكون الجفن هو اللي كيعمل هاد المسائل هذه. نعم. إذا كانت كتاخذ أدوية فيها مثلا الكورتيزون، يعني ممكن أن كتأثر على بعض المواد اللي كاينة في الدم بحال الكالسيوم مثلا، بحال البوتاسيوم، هاد المواد هذه اللي ممكن أنها كتأثر على العضلات ديال العين. خصها أول شيء تمشي عند الطبيب اللي عطاها هذاك الأدوية، ومن بعد تعمل فحوصات باش تشوف واش هاد المواد هذه فعلا ناقصة أم لا، باش يعطيها مواد اللي تصحيح هاد المسألة هذه. أمينة أمرا اللي كتقول صباح النور اختي هاجر، زوج ديالي عنده حبه صغيره بحال شي زبده صغيره فوق الجفن ديال العين ديالو، الناس قالوا له سير كويها وغتحيد لك. انا نصحته يمشي عند الطبيب، بغيت نشوف الدكتور اشنو السبب والعلاجات الممكنه، واش خاصو يمشي عند طبيب عيون او طبيب الجلد؟ الا كان في الجفن من الاحسن يمشي عند طبيب العيون، باش غادي يشوف واش هذيك مساله اللي هي عندها علاقه بالفيروسات اللي على فيغو، لان كتعمل لها واحد الكي، او ربما مساله اخرى اللي خصها تعمل لها واحد الفحص وتحليل. اذا لازم يمشي عند الطبيب ديال العيون اولا. سعدية سوسو صباح الخير اختي هاجر، تبارك الله عليك راكي منوره انت والدكتور الله يخليك. اشنو هي الوقايه ديال العين باش ما تمرضش وحتى بالنسبه لوليدات ديالنا؟ احسن وقايه هو الفحص، الفحص بالنسبه للاطفال عند طبيب العيون، والفحص بالنسبه للناس اللي ما عندهمش اعراض يعني سنويا، هذه مساله حتميه. وحنا غادي نواصلوا في قراءه كل اسئلتكم مستمعينا ومستمعاتنا بعد ما نبقوا مع فاصل موسيقي وحنا في استقبال مكالمات. وكنا مع شاب مامي وإليسا، تحيه كبيره لعبد الرحيم حبيش زميلنا في اخراج حلقات برنامجكم الو طبيب، وكذلك مجموعه من البرامج. فصباح الخير وصباح الانوار لك عبد الرحيم. عندك سؤال؟ تصلي بالطبيب دابا على أصوات 05-22-77-24-24 05-22-77-24-24. وخطوطنا مفتوحة لكم، ولكن الله يجزيكم بخير، غناخذوا مجموعة الأسئلة بعجالة باش نقدروا نوفيو كل مستمعي والمستمعات حقهم. حنا دائما متواصلين معكم مباشرة في برنامجكم ألو طبيب برفقة الدكتور محمد الشبيل، الأخصائي في طب العيون وجراحة تصحيح النظر. حالا من تمارة ونادية من طربيدة غناخذوا أسئلتهم، أسئلة مختصرة ومباشرة نجاوبوا على الجميع. أهلا بك نادية. أهلا السلام أختي حليم، مبروك عواشركم. أهلا بك، معك هاجر بنشر في من راديو أصوات. أختي نادية مرحبا بك، تفضل شنو سؤالك دكتور شهبي؟ بغيت نسول الطبيب سلام. السلام عليكم، مرحبا. بغيت نسولك كندير لي لونسي ديال الشوف ياك؟ أها. هما زاز وأثروا عليا دابا عامين وأنا كنديرهم.
وقال لي الطبيب ما ديريش النظاظر ديري لي لونتي على حسب عندك مشكل في القرنيه. نعم عندي العين يعني وحده كنشوف بها شويه وحده يعني الا ما درتش لي لونتي ما كنشوفش كاع فهمتي. نعم فهمت. ضروري ندير لي لونتي عاد نشوف درت النظاظر ما كيبان لي والو. عندك القرنيه المخروطيه. بغيت نستشر الطبيب على حسب واش الا العمليه يعني اللي عنده مشكل في القرنيه الا دار العمليه يعني شنو شحال السن ديالك؟ شحال السن ديالك؟ عندي دابا 25 عام. اش من عمليه كتكلمي عليها؟ انت ضروري تعملي العدسات الصلبه القاصحه اللي عندك لان عندك مشكل في القرنيه المخروطيه. واش عملتي تطعيم القرنيه الاشعه ما فوق البنفسجيه دارت لك ولا لا؟ المهم دوزت عند بزاف ديال الطباء كل واحد شنو تيقول لي. واحد تنصحني انني ندير العمليه. اش من عمليه؟ اش من عمليه ديالها؟ قال لي ديري العدسه يعني غتشوفي بها مزيان. لا عندك قرنيه الا عندك خصك تثبتي الله يخليك باش ما نطولوش خصك تثبتي واش عندك قرنيه مخروطيه يعني كان عندك مشكل في القرنيه راه ما غيصلح لك حتى شي عمليه الا تستعملي عدسات صلبه وديري التطعيم للقرنيه. الا كان عندك قصر النظر حاد يعني عندك فورت ميوبي ديك الساعه عاد كتعملي زرع عدسات داخل العين. خصنا نعرفوا واش المشكل عندك في القرنيه ولا عندك الحجم ديال العين اللي كبير. هنا خصك ترجع عند طبيب لا عمل لك طوبوغرافية القرنية وعنده احتمال ان عندك مشكل في القرنية خصك تعملي هذه المسائل. شكرا لك نادية من الدار البيضاء وما يكون بس عندك غادي نمشيو لتمارة وغادي ناخذ الاخت حسنة. صباح الخير. صباح الخير معك مدام حسنة من تمارة. اهلا بك اخت حسنة من تمارة. مرحبا بك. مرحبا بك. بشركم بروكا وبشركم بروكا دكتور. شكرا لنا. مرحبا. الله يخليك سيدي انا اتصلت بكم عندي تقريبا نفس المشكل اللي قالت السيدة عند ولدي الى 8 ans هو عنده هاد لاكيراتوكون وبغيت غير نسولك دكتور واش هاد المشكل بالنسبه له غادي يتعالج ما كيتعالجش حيت هي قالت لي حتى ابارتيغ دو 18 عام نقدروا نهضروا على المساله ديال العدسات وهذا. لا 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 الا عنده مشكل ديال القرنيه مخروطيه خصك من الان تستعملي عدسات صلبه لان خصك تفهمي ان ما هي القرنيه المخروطيه لك الكيغاتوكون او القرنيه المخروطيه كيعني ان تكوين القرنيه تكوين غير صلب وهشه يعني انها غتبقى غاديه وكتعوج. هذاك العوجاج ديالها على حسب الهشاشه اللي كاينه يعني واش النسبه ديال الهشاشه 90% 70% 80% 30% كل جسم واشنا هو. كاين الناس اللي هو حتى كيوصل ل 50 عام عاد كيعرف بان عنده قرنيه مخروطيه لان يعني عينها عندها واحد النسبه ديال الصلابه خلاتها ان ما تعواش شي قبل. كاين بالنسبه للطفل ديالك ربما غيكونوا كيحكوه عينيه كياكلوه عينيه غادي يحك عينيه غادي يزيد يعوج هذيك القرنيه. اذا استعمال العدسات الصلبه ضروري والتطعيم حتى هو خصو يتعمل مبكرا وبالنسبه ل 18 سنه لا يعني من الان يعمل عدسات صلبه واستقرار يعني القرنيه المخروطيه حتى ل 35 سنه عاد كيكون استقرار. وهذه المساله هذه فيها تغيرات كاين الناس اللي غتستقر له قبل كاين اللي ما تستقرش له حتى يفوت 35 سنه وهذه على احصائيات يعني عالميه ولكن لا يعني ان واش الطفل ديالك غيكون بما انه تعرف عنده القرنيه المخروطيه مبكرا الا وان عنده القرنيه ضعيفه بزاف. نعم شكرا لك حسنا من دين تمارة. دكتور شهبي حنا في اخر حصه قالوا طبيب تكلمنا ايضا على الضغط ديال العين وكذلك الناس اللي ربما خصهم يحيدوا جلاله خلال شهر رمضان الكريم. ربما بالنسبه للجلاله نتكلموا عليها في الاسبوع المقبل. بالنسبه للجلاله ما بالنسبه للقطاطر باش يبقى الموضوع هو ان رمضان عندهم ضغط العين دكتور. نعم. الشهبي بالنسبه لضغط العين ورمضان هو اللي تكلمنا عليه في البدايه الزرق او ضغط العين او الجلوكوما يعني كخصنا نحترموا الاوقات ديال استعمال القطر يعني ما يمكنش تقول لا تنفطر عاد نديرها اذا غنفوت المده ديال المفعول ديال الدواء. والناس اللي عندهم جلاله دكتور الناس ديال الجلاله ربما خصنا نتكلموا عليها. انا فقط غير سؤال يعني غادي غير نشيروا لها اللي غادي ربما يديروا العمليه لازاله الجلاله او المياه الزرقاء ما خصهمش يصوموا ولا خصهم يصوموا هذاك النهار؟ خصني نوضح يعني نخلي مازال عندنا الوقت. عندنا الوقت اذا كان مازال عندنا الوقت نتكلموا بان الجلاله فهي ماشي استعجاليه بالنسبه للشهر يعني ان الانسان ممكن انه ينتظر تيفوت رمضان باش يصلي لان المشكل ماشي هو يوم العمليه وماشي يوم القطاري هو ان كاين واحد يعني تحرك
الحريات او مسائل اللي خصنا نتفاداوها من بعد العمليه، يعني ان السجود الركوع لمده 15 يوم. يعني لاش الانسان غادي يخلي هذه ماشي مصرانه زايده او مراره غتفرض علينا ان يعني ممكن ان نعملوها من بعد رمضان، ماشي بالضروره حتى يكون رمضان عاد نعملو، الا بالنسبه للناس اللي عندهم السكري ما غادي يصوموا شيء، او الناس اللي هما يعني او واحد يعني خصنا نعملوا له واحد الدواء من بعد هذيك الجلاله، لانها يعني مثلا انسان عنده سكري وعنده جلاله ما نقدوش نديروا له لازير او ما نقدوش نشوفوا الشبكيه، كيخصنا نحيدوا هذه الجلاله هذه باش يمكننا ندخلوا، لان لا تسنينا ربما واخا 15 يوم او 10 ايام او اسبوع يوقع نزيف. اذا كل حاله كيفاش غنتعاملوا معها؟ كاين دابا الناس اللي كيجيو عندي كيقولوا عنده جلاله، كنقول راه ممكن تسنى حتى شهر او شهرين او ثلاث اشهر على حسب الحالات. كان انسان مثلا عنده جلاله وهذيك الجلاله له ضغط في العين، لان ماشي هو المرض ديالو عنده الزرق، ولكن هذاك انتفاخ ديال الجلاله مع الحجم ديال العين خلى انه المياه ما كتبقاش كتحرك بطريقه عاديه وعملت له ضغط في العين، هنا كتولي استعجاليه التدخل. اما باش لا لازم تعمل جلاله راه غادي طيب، راه ما غاديش تولي جلاله قصاح لنا مثلا يعني بالنسبه لشهر او شهرين ما غادي يغيرش واحد شي حاجه كثيره. وكيف ما قلتي دكتور شابي، يعني كل حاله وحالتها، يعني كل شخص والحاله ديالو واش استعجاليه او ماشي استعجاليه، شهر او شهرين لجنة العملية ماشي مشكل. غادي نواصلوا في قراءة مجموعة الأسئلة للمستمعين عبر الصفحة الرسمية الفيسبوك البرنامج ألو طبيب راديو أصوات. السلام عليكم أحبائي، واش ممكن تسولوا لي الدكتورة؟ دكتور عندي ولد الاخ ديالي، مني خلاقه هو فاش كيبغي يجي يشوف كيبقى يدور العنق ديالو كامل فاش كيبغي يتفرج او يستعمل اي حاجه، ودابا راه كنعملوا له ترويد هذه مده 3 سنين ولكن مثال نفس المشكل. هذا مشكل ديال واحد العصب لوبليك، كيتسمى لوبليك لان كل عين فيها اربعه ديال العضلات، سته ديال العضلات، يعني جوج افقيين وجوج عموديين وجوج اللي هما كيحاولوا يعني كيحولوا العين ان فوق وفي الجوانب. هذا المشكل ملي كيكون واحد العصب اللي مأثر على هاد العضله، فربما الترويض ما غادي يكفيش، كيخص تعمل تدخل جراحي، وهذا التدخل الجراحي كيخص اخصائيين داخل تخصص ديال العيون، كاين الناس اللي هما مختصين في الحول يعني باش يعملوا هاد العمليه، لان شيئا ما معقده، وربما الطبيب اللي هو مختص هو اللي غادي يشوف الحاله واش خصها تعمل لها عمليه، يعني خصو يبقى مشرف عليه طبيب العيون، ولكن طبيب العيون يحولوا لاختصاص اخر اللي هو طبيب اخصائي في الحول. هو طبيب العيون فعلا ولكن واخذ الاختصاص في الحول. معنا ايضا سؤال ديال زينب اللي كتقول صباح الخير انا متتبعي راديو اصوات، سؤالي للدكتور، انا فاش كنبغي نتوضا اولا كيفاش كنفزق العينين ديالي كيبقاو ياكلوني وكنبقى نحك فيهم حتى كيطيبوا لي، ما عرفتش شنو هذا المشكل. اولا خصها تعمل الفحص، لان من الصعب ان نتكلموا على كياكلوها، ربما كيكون مشكل ديال الدموع، ربما مشكل ديال مسائل اخرى، يعني خص لازم الفحص، تمشي عند طبيب مختص للعيون باش نعطيوها الجواب يعني بدقه. رساج اللي كتقول سلام لام اختي هاجر، تحياتي لكل دكتور، عافاك سؤالي هو انني ودابا ولات عندي شويه ديال الضبابة في عيني، كنت دوزت وقال لي قلتها للطبيب ولكن ما درتش نضادر، هاد الايام الطونسيون طايح اللي طايح لي وعينيا كيضروني بعض المرات كتشدني الحكه فيهم. يعني عطاها الطبيب دعم النظارات ما استعملاتهمش العين كدير لها يعني تعبر على الغضب ديالها على الغضب وعلاش ما سمعتيش كلام الطبيب. كنشكر الاخوان ليلى اصوات، لمياء من تيزنيت، كيف كنشكر وكنرحب بالسي محمد عبابو، مولاي حسن الادريسي، حسنا فاتي دو سويس، الهواري شرقي، نازيه، سعد بنونة، يحيى الزاوي، وكل المستمعين والمستمعات ديالنا. دكتور شهبي، حنا في اخر حصه الو طبيب، وشي كلمه من عندك، نصيحه بطبيعه الحال وكلمه بمناسبه الشهر الفاضل ان شاء الله اللي غنتقبلوه الاسبوع الماجي، وكذلك نصيحه لمستمعينا ومستمعاتنا باش نحافظوا على عويناتنا. اولا كنتمنى لجميع المستمعات ومستمعين اصوات يعني شهر مبارك كريم، ونتمنى لهم الصحه والسلامه وطول العمر، ويبارك لهم في العمل ديالهم وفي الوليدات ديالهم ان شاء الله. ويعني المساله ديال رمضان فهو يعني شهر خصنا يعني نتعاملوا معه عادي جدا،
بالنسبه للناس اللي هما عندهم امراض خاصه بالعيون بالنسبه للزرق فتكلمنا عليه في هذه الحلقه هو ان القطر خصنا نحترموا لهم الاوقات ديالهم وهذو ما غادي يفطروش. والناس اللي عندهم السكري ومؤثر لهم على الشبكيه هذا يعني ان هذا السكري وصل لواحد الحاله اللي هي متقدمه وانا اظن ان خصهم يمشيو عند طبيب مختص ديال التغذيه وديال السكري باش يتشاوروا معاه واش يصوموا. ولكن انا شخصيا لا اظن ان كاين هناك طبيب مختص في السكري انه غيعطيهم يعني باش ياكلوا لان دائما خصهم دي كولاسيون يعني خصهم ياكلوا متفرقين يعني ماشي وجب ثلاث وجبات في اليوم خصهم عده وجبات. ورمضان كريم لك كذلك دكتور شهبي والأسرة ديالك والطاقم وفريق المصحة ديالك وأيضا لكل طاقم الطبي والأطر الطبية في بلادنا. كيف كان نباركو هاد العواشر لكل طاقم راديو أصوات. ما تنساوش من دابا لحظات غادي يجدد الموعد برنامجكم الحديث ونغزل مع سناء زعيم وغدا إن شاء الله أكيد ابتداء من سعود في برنامجكم ألو طبيب غتكون معنا الدكتورة مطيب الأخصائية في السكري والغدد. هادي هاجر بنشر فيك تحييكم ما تنساوش صحة تاج فوق راسنا دائما على أصوات كنتهلاو فيها أكثر خليتكم بألف خير.